حلقة النهاردة حلقة مهمة جدا، لأن احنا بنطلع بيها من خضم فرحة كبيرة جدا بجدارة تامة، وبندخل في مرحلة المنحنيات الصعبة في بطولة الدوري أيضا بتحديات كبيرة وبظروف خاصة جدا. عشان كده أعتقد الجدارة الكاملة اللي كان عليها فريق الأهلي في دوري أبطال أفريقيا والتأهل باستحقاق كامل للمباراة النهائية سعيا وراء الاحتفاظ بلقب الأميرة، حلقة استحقت أن تكون بعنوان كله يبصم بالعشرة. أعتقد الجدارة الكاملة اللي فيها النادي الأهلي بعد هذا التأهل خلى الناس كلها على المستوى الإداري، على المستوى الفني، على المستوى التحكيمي، على المستوى الجماهيري، على قياس الشعبية، على حجم رد الفعل، على الفرحة الطاغية اللي سادت كل أرجاء الوطن العربي احتفالا واحتفاء بأداء فريق بطل، فريق فعلا لا يقتنع إلا بمنصات التتويج، لا يرضى أبدا إلا أن يكون هو رقم واحد. فأعتقد هذه الجدارة الكاملة وهذه السعادة الغامرة كانت جديرة بأنه تخلينا فعلا ملاحظين أن كله بيبصم بالعشرة، والعشرة نحو العاشرة، لأنه الحقيقة كمان سعي الأهلي من البداية أنه يسعى لللقب العاشر بإذن الله يتوج بكل نجاح وتوفيق في 17 يوليو بإذن الله.